صار السنة ذلك كدعوة كتوحيد كمنهج سلفي صحيح انتهوا. بقوا تاريخ وماضي. يا اخي انت اشتغل في مساجد العوام، العوام دي الحلوين وظريفين ومنتظرين انك تجي تقول لهم الله واحد والبرعي ما الله، الله بيعلم الغيب والكباشي مجرم، منتظرين الكلام ده. انت ما تضيع زمنك في مساجد الحزبيين، انت اشتغل في مساجد العوام. ودي وصية العلماء الشيخ العلامة ربيع وغيره، قال لك ما تضيع زمنك مع الحزبي، لانه الحزبي عارف كلامك حق. وكان بيقوله في يوم من الايام، كان بيقول كلامك ذاته، كان بيقول الصوفية على باطل ودعاء الموتى شرك اكبر مخرج من الملة. والان ماشي مع الصوفية، الناس شرك اكبر مخرج وناس على باطل ذاتهم. الانصار سنة ماشي معه، يقول له الطيب جيد الصوفي بايعناك وندعو لك في الثلث الاخير من الليل. كلامك ده عارفه، انت ما تضيع زمنك معه. وده الجدال المزموم كما ذكر الامام احمد في اصول السنة، دي الخصومات والجدال المزموم، انك تجادل زول عارف الحق وانت عارف انه ما داير الحق وعارف، ده حرام ذات. ما تجادل الناس زيل، ولا تناظرهم ولا تناقشهم ولا تجالسهم ولا تتفاهم معاهم. اشتغلوا يا اخوان في مساجد العوام. انت واحد في الغرية بتبقوا اثنين، بتبقوا عشرة، بتبقوا 80، بتبقوا 800. بعد شوية عملت محاضرة في ميدان الكورة بتاع الغرية بتاعكم، ميدان الكورة ما بزول بيقدر يسألك لا كوس لا جبهجي لا انصار سنة لا غيره. لكن اشتغل صح. ابو بكر الصديق لما اسلم، اول ما اسلم وهو اول من اسلم، قال فتخيرت خيار الناس. الدعوه ذاتها ما عندها فهم. ما مشى لابو جهل قال له ادعوك الى الاسلام اول حاجه، ولا مشى لابو لهب لانه كان بالعوه بتقوم والجدال بيقوم وبضيع زمن. قال تخيرت شنو؟ خيار الناس. قال فوجدتهم سته منهم عثمان بن عفان، قال فدعوتهم فاسلموا وكانوا من العشر المبشرين بالجنه. اختار منو؟ خيار الناس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا فقهوا. كله صحيح. فإنت اختار في الحلة خيار الناس، وابدأ بالعشيرة وأنذر عشيرتك الأقربين. لما تبدأ بخيار الناس ديل سريع بيجوا معاك للتوحيد، وكل واحد بيجيب ما واحد أو عشر أو خمسين، فبتبقوا قوة ضاربة. عشان لو تكلمت في اي جامعة ده بيقف وراك، ما بزول بيقدر يسألك. لكن من البداية تمشي في زول محتال، صار صنة محتال كوز، تقعد تناقش فيه وان هذه وده فاهم كلامك ده حق، لكن ما دايره يا اخي، ما تضيع زمنك ولا تناقشوا هؤلاء.